بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالع في فيديو على اليوتيوب وعلى الناس كلها إن شاء الله وعلى صفحتنا، نتكلم عن كام بوينتس كده إن شاء الله. رب العالمين كل سنة وانتم طيبين، السنة بتخلص. واحد، الأسبوع ده المفروض نزلنا حصة شابتر 7 اللي هي الحصة رقم كام؟ 31. متأكد؟ ماشي، الحصة 31 اللي هو الأسبوع اللي هو السبت ده، النهاردة الاثنين اللي بنصور في الفيديو. كويس. بإذن الله الأسبوعين الجايين هينزل شابتر 8، هو حصتين بس. هتلاقوا على الموقع زي ما وعدتكم شابتر 8 موجود خلاص من النهاردة، موجود. حلو، الحصتين بتوع شابتر 8، يعني اللي خلص 7 في نص الأسبوع ده على بكرة أو بعده اللي هو يوم 4/4 أو 5/4 بالكتير، هيبقى موجود حصص شابتر 8. وان شاء الله كمان هيبقى موجود حصه ريفيجن المودرن اللي فيها شابتر 5 و6 و7 و8 بعدهم على طول. مش قصدي بقى ان الناس تستعجل وتخلص المنهج، انا كنت بتكلم على الكومنتس اللي جايه لنا، احنا متاخرين. فلو انت متاخر يا فندم اتفضل خش، الحصص موجوده، انما بريت عادي جدا، بريت عادي جدا. حضرتك النهارده في الاسبوع ده في شابتر 7 يبقى انت تمام. الاسبوع الجاي اول حصة من 8، اللي بعده تاني حصة من 8، يعني تخلص الفيزيكس على ايه؟ على العيد. طبعا 3 ايام العيد اجازة باذن الله، وبعدها اسبوع مراجعة المودر. عايز تراجع قبل العيد موجودا، خلاص احنا موجودين. انما في يوم 29/4 اللي هو السبت الموافق 29/4 اللي يعتبر بعد العيد تقريبا باسبوع، هنبتدي نزول حصة المراجعة النهائية، نزول حصص المراجعة النهائية. بإذنك يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحصص هتبقى موجودة قبل يوم 29 برضو. هل محتاجين 5 أسابيع؟ 5 أسابيع. الأسبوع الأول هنراجع شابتر 1، الثاني هنراجع شابتر 2، الثالث هنراجع شابتر 3، الرابع هنراجع 4 مع 8، الخامس هنراجع 5 و6 و7. يبقى احنا محتاجين 5 أسابيع. يبقى هنخلص يوم 3/6، دي اخر حصة مراجعة ان شاء الله تخلصها في الوقت اللي انت عايزه بقى، ويبقى فاضل لك 10-15 يوم على امتحان ايه؟ العربي. ده بالنسبة لحصة المراجعة مواعيدها امتى؟ هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها ايه؟ انا قلت خلاص المنهج خلص وما تستعجلش، واللي بيقول لي اصلي في ناس سبقانة، مالكش دعوة، الدنيا هوب سيستماتيك بالجدول بالمواعيد بالدنيا. كويس. هيبقى فيه ايه في حصص المراجعة؟ بإذن الله بإذن الله شرح كامل لكل أجزاء المنهج. 2، الريماركس اللي انتوا بتحبوها، لو قال ايه يحصل ايه ولو قال ايه يحصل ايه، وشوية مسائل كده. وبعدين امتحانين عن كل ايه؟ شابتر. امتحانين، ماشي، عن كل شابتر. يبقى الشابتر اللي هنخلصه هننزل امتحانين. الامتحان الواحد فيه 50 سؤال، يبقى 50 و50 100 سؤال. هعمل لهم فيديو طبعا، حل الامتحان الاول حل الامتحان الثاني، حضرتك هتخشهم وبعدين تشوف الفيديو. وبعدين في ملزمه مراجعه نازله بعد العيد مباشره، هتلاقوها في السناتر بعد العيد مباشره، وقبل يوم 29 هتلاقوها في السناتر. كويس. فيها ايه الاسئله دي؟ فيها الامتحانين اللي انا هحلهم عن كل شابتر، فيها حسب بقى الشابتر، في شابتر فيه 300 سؤال، في شابتر فيه 400 سؤال، في شابتر فيه 200 سؤال، حسب ايه؟ ها، حسب الشابتر. غير الامتحانين انا هحل الايه اللي على كل شابتر. طيب وال 300-400 سؤال، ما انا لو حلتهم بتقولوا الحصص طويله، صح ولا لا؟ فانا هحلهم باذن الله. خلاص انا ان شاء الله هحلهم. حضرتك بقى مش عايز تشوفهم وحلتهم وبتاع، خلاص. طب هحلهم ونحطهم بقى على اليوتيوب ولا على الموقع ولا ايه؟ ولا نعمل سافكس كده للحلول القديمه ونوفقها، او احلهم من جديد؟ هنشوف الميكانيزم هتحصل ازاي والميثودولوجي هتحصل ازاي، لسه هنقول عليها ان شاء الله. قبل المراجعه عندنا وقت كتير يعني، بس عشان الحصص ما تبقاش طويله و20 ساعه و50 ساعه واللوجيك اللي الدوشه اللي بتحصل دي، لا. الاهم هي الشرح اللي مش هيتجاوز في شابتر 1 مثلا ساعتين، والريمارك الساعه او ساعه ونص، الثلاث ايه ساعات ونص، وحل الامتحانين. حلو، دي كده حصه تبقى تمام. شابتر 2 لانه متكون من جزئين، شابتر 3 لانه متكون من جزئين، بس الشرح مش هيزيد عن 3-4 ساعات في كل حصه. حلو كده، جميل. ده بالنسبه لحصه المراجعه وهنعمل فيها ايه.
اخد حصة مراجعة المودرن يا مستر ولا ما اخدهاش قبل المراجعة النهائية؟ ما هو بعد العيد مباشرة هتنزل حصة مراجعة المودرن 5 6 7 8. انا مش هقول لازم تاخدها، ما هو لازم تاخدها، وسيبك من كلام اللي بيتقالك بقى ايه، ما هو انت لو وبينافسوا بعض، بينافسوا بعض ازاي يخترقوا الحصة، يعني ايه عديها ازاي، خش امتحن وكتب اي اجابات واعمل مش عارف ايه، فاهم؟ ده هم لو فكروا التفكير ده، يعني لو وفروا وقت التفكير ده في انهم ياخدوا الحصة كانوا خلصوها، صح؟ انما عيني مشغولين بحاجات تانية، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. طيب دي النقطة بالنسبة لحصة المراجعة اللي عايز اتكلم فيها. حاجة تانية عايز اتكلم فيها مهمة قوي، ان شاء الله ان شاء الله من يوم السبت الموافق 8/4، الموافق 8/4 الساعة 8:30 مساء، مساء طبعا، حلو، هيبقى في حصة لايف، يعني فيديو لايف، اي حد عايز يخش هيبقى مفتوح على اليوتيوب ومفتوح على الابليكيشن بتاعنا، حلو. على اليوتيوب هنقول تخش ازاي، وعلى الابليكيشن هنبعت لك نوتيفيكيشن تخش على اليوتيوب، على قناتنا على اليوتيوب، حلو، مكتوب على قناتنا خش اللايف، تدوس هنا تبقى لايف، صح يا استاذ احمد كده؟ تمام، صح يا استاذنا؟ تمام، صح يا استاذ نور؟ تمام، حلو كده. ده من يوم السبت كام؟ 8/4 السبت اللي جاي على طول، وده هيستمر. هنبتدي ايه في اللايف ده؟ هنبتدي نفكرك واحد بشابتر 1 يوم السبت، اللي بعده شابتر 2، على بال ما نيجي للمراجعه تكون حضرتك ايه، طب ما انا خايف يا مستر لا اكون ناسي. ما هو لو ناسي بنفكرك، احنا مش بنمتحنك. مثلا شابتر 1 في اجزاء زي كرشوف عايزين نعيد عليها عشان وانت داخل المراجعه تبقى فاكر تحل ازاي، مش ناسي خالص يعني. طب انا يا مستر فاكر بس مش عارف احل، ادينا حلينا مع بعض. طب انا كنت ناسي خالص، ادينا فكرناك. طب انا ما كنتش بذاكر خالص، ادينا ذاكرنا قبل ما نخش المراجعه، صح ولا لا؟ على بال ما نخش المراجعه نكون عملنا لايف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتليست على كل شابتر، يا رب يقدرنا باذن الله. يبقى من يوم 8/4 اليوم 29/4، حلو قوي ده، في اربع لايفات مثلا ولا حاجه ان شاء الله نفكرك بالمنهج كله. هنعمل فيها ايه؟ ربنا يسر الحال، هنبقى مجهزين جزء عن شابتر 1، ها، اسئله مختلفه، مش بنمتحنك، بنراجع مع بعض، بنسال بعض عشان لما نخش المراجعه نبقى فاكرين، ما تبقاش ناسي قوي. وحضرتك ممكن تسالني طبعا في اللايف ده وتبعت لي اسئله نحلها، وفي اللايف اللي بعده لو ما لحقناش اللايف ده وهكذا. استاذنكم في حاجه بقى، كده اتكلمنا عن اللايف، حلو قوي، استاذنكم في حاجه، في كل اسبوع لايف خلاص، حصه المراجعه شرح كامل وريمارك خلاص، ملزمه المراجعه اتكلمنا عنها خلاص. استاذنكم في حاجه، اولا الاسئله اللي تتبعت لنا لو سمحت يا مستر احمد اظهر لهم الصفحه بتاعتنا مستر احمد سمير، مش مستر احمد سمير ستودنتس، دي مش صفحتنا احنا، ادمن فيها صحيح وبنقرا اللي فيها صحيح، بس دي مش صفحتنا الاساسيه، دي طلبه كانت عاملاها من سنتين وقالوا لنا يعني حبوا يديها لنا، قلنا لهم لا احنا ايه، احنا نسيب الناس تتكلم براحتها، دي مش صفحتنا، دي طلبه بتاعت احمد سمير هي اللي عاملاها، فخليكم انتوا عاملينها برضه. احنا لينا صفحه رسميه حاطين فيها كل حاجه احنا عايزينها، حلو كده؟ عايز تبعت سؤال، عايز تبعت استفسار، عايز تبعت حاجه ويترد عليك. بالنسبه بقى لبعض الحاجات كده في دقيقتين، الناس زي مثلا مش هقول اسماء، ها مش هقول اسماء، انا مش هقول اسماء اهو، السلام عليكم، هو مفيش حصه هتنزل الاسبوع ده؟ والله العظيم اول ما فتحت على مين، على مستر احمد سمير ستيونز، حلو، قامت رد عليها في خلال، دي بعتلنا من 6 ساعات، قامت رد عليها في خلال 3 دقايق، هينزل محاضرتين بكره لو بقى وبعده بالكتير ان شاء الله، هما محاضرتين شابتر 8، وبكده نكون خلصنا المنهج. اول مراجعه هتبقى يوم كام؟ ادينا ردينا في فيديو، صح ولا لا؟ ده كله لسه نازله. هو المنهج كله كام حصة؟ يعني هنخلص شابتر 8 ومراجعة المودرن كمان مهمة، أنا قلت مراجعة، ينفع ما أخش، هتلاقي بعتين لك كده دلوقتي، ينفع ما أخش مراجعة، ما أخشش مراجعة المودرن؟ طب حلو، وأخش المراجعة النهائية، بص بقى الكلام. طب ما هو أكيد لو الحصة دي مش مهمة أنا ما كنتش عملتها أصلاً، صح ولا لأ؟ يعني أكيد أتستبدلون الذي هو أدنى بلازم، أكيد اللي مراجع مرة واتنين والمودرن ما اتخدمتش مش أنا، أنا الحمد لله رب العالمين شرحنا كويس جداً. على قدر المستطاع يعني، على قدر استطاعتي يعني، حلو. ليه بقى؟ لان في حاجه قريتها جميله قوي، والله العظيم والله العظيم، في من يؤمن بقدرته رغم عجزه، وفي من يؤمن بعجزه رغم قدرته.
بتشوف ناس نازله تصلي التراويح مالها واخده كرسي معاها وقاعده صح ولا لا؟ يبقى ده بيؤمن انه يقدر رغم انه يعني يعني. وفي ناس بقى اللهم صل على النبي بصحتها وما بتروحش اصلا الجامع يعني، ولا ايه؟ في ناس يا عيني، انا منهم اهو، انا منهم، بقعد افكر الحته دي تتقال ازاي، طب الحته دي تتحل ازاي، طب الحل ده لا مش عاجبني، مش كل الناس هتفهمه. مؤمن ان انا اقدر رغم ان انا مش عارف دلوقتي اهو، يعني في الحته دي حلت المساله بطريقه او اتنين، لا مش عجباني، عايز طريقه تانية، انا لسه مش عارف اهو، بس عارف ان انا اقدر ولا لا باذن الله، فحاول مره واتنين وساعات كتيره، ساعات كتيره صح ولا ايه؟ في الفيديو ابقى بشرح وتجيلي حاجه لايف كده اقول والله ما كنت مفكر فيها، ده جت عشان انا حاولت مره واتنين. وفي من يؤمن بقى ايه؟ بعجزه، لا مش قادر رغم قدراته، مش هخلص، مش هلحق. ليه؟ ما تقول يا رب يا اخي، قول يا رب في وقت، طبعا في وقت، انا شايف في وقت نعمل حاجات كتيره جدا اهو، ده انا هعمل حاجات كتيره جدا في الايام الجايه ولا ايه؟ بقول يا رب بس، انا مش معتمد على حد. ومن امتى اصلا قلت يا رب؟ ربنا خايب ظني، انا عمري ما طلبت من ربنا حاجه، الحمد لله رب العالمين، والله العظيم الا رب ربنا اداني احلى منها اصلا الحمد لله. تاني بتبعته على صفحات احمد سمير ستودنتس، احنا مش هنراقب صفحتنا يا جماعه والصفحات التانيه لسه بقى، لسه بصوا بقى الكلام، بصوا بقى الكلام، بسم الله، بصوا بقى الكلام. بقالي ساعه الابلكيشن عطلان وبكلم الدعم الفني، انا مش هقول اسماء، ها انا مش هقول اسماء، وبكلم الدعم الفني وبعمل اللي برتقالي مش عارف ايه بيتقال لي دي برتقالي والله، ومش عارف ادخل، حرام الوقت اللي بيضيع. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده الساعة 5:30 قبل الفطار في رمضان، 5:30. اعتقد ان اللي شغالين بني ادمين، بني ادمين بيشتغلوا ليهم فترات، وحتى اللي قبل الفطار ده يا خلاص هيفطر 5:30. وواحدة تاني بقى، واحد تاني هقول لك اهو، رحنا بعت لها انها كان عندها مشكلة بتاع، كاتبه كده بقى، انا طلبت تتفتح اسبوع الحصه، ان انا يا فندم اتفتحت اسبوع من الاربع اللي فات، ما انا ما كنتش اعرف انها مفتوحه، ما انت بعتلنا مشكلتك قلنا لها انها مفتوحه. تاني بقى، تاني الساعه واحدة بالليل، واحدة بالليل، اقسم بالله انا لو صاحي ما هرد عليك. ليه؟ لان ليا يا حياتي يا بشتغل في حاجه بجهزها، انما حضرتك تصحى واحدة بالليل تسال سؤال والساعه واحدة ونص بالليل تقول بقالي نص ساعة ما حدش رد عليا، هو احنا كتبنا ان احنا الفانوس السحري لحل المشاكل في الفيزياء؟ او اتصل بالذكاء الاصطناعي فهنرد عليك؟ احنا ما كتبناش كده، احنا بني ادمين برضه. يا مستر الدعم الفني والاسيستنت، تالت مشكلة. بص اسمع. واحد كاتب ايه؟ وده صعب يعني، صعبان عليا منه لسبب، انا زعلان منه. يعني دايما بزعل عليكم مش بزعل منكم، بس ده انا زعلان منه بجد. كاتب ايه بقى؟ كاتب لما بنبعت للاسيستنت اسئله بيردوا بنفس طريقه المستر. طب امال انت عايزهم يردوا بنفس طريقه مين يا فندم؟ مش فاهم والله، مش فاهم بجد. يعني يردوا بنفس طريقه، هم شغالين معايا اكيد يعني، واحنا بنتعلم من بعض، انا بتعلم منهم وهم بيتعلموا مني، فاكيد بنرد بنفس الطريقه يعني السؤال كذا، او بيفتحوا لي الفيديو للمستر قايله. ما هو حضرتك لو مش، واللي بيقول ده بقى ده واخد 30 حصة، ها؟ واخد كم؟ يعني معايا من أول السنة لغاية النهاردة، ها؟ ده اللي زعلان منه بجد، بجد، هو عارف نفسه وأنا مش هقول اسم. والتاني بقى بيقول له إيه؟ لو يقرأ مش عارف الكومنت بتاعك، سلم على الشهداء، أنا مش، إحنا مش بنجبر حد على حاجة، ولا قفلنا بلوك ولا عملنا بلوك، وسايبينكوا على أحمد سمير ستودنتس تقولوا اللي أنتوا عايزينه، وعلى أحمد سمير برضه إحنا ما بنلغيش كومنتس حد، ولا على اليوتيوب بنشطب كومنت وحش على فكرة، خالص والله. خالص، ما اكيد في كلام حلو واكيد في كلام وحش، واحنا عارفين ان احنا بنقدم خدمه تقدر تعجب ناس وما تعجبش ناس، او توافق ناس وما توافقش ناس، عادي جدا جدا طبعا يعني. فكاتب بيجاوبه بنفس الطريقه، طب ما انت فاهم مني بدليل ان حضرتك قاعد 30 حصه ولا ايه؟ يمكن ناسي حاجه بنفكرك بيها، يمكن قلت حاجه مش فاهمها فبنعيد تاني، بنطور تاني، وفي المراجعه ان شاء الله هنعمل كده. لازم تعرفوا ان الناس اللي شغاله معايا ليها قدره على العمل طبعا، يعني الساعة 5:30 قبل الفطار والفطار 6 وي، محدش قاعد على جهاز مستني حضرتك تذاكر فالرد عليك،
هو احنا كتبنا ان احنا 24/7 ما كتبناش كده صح؟ ها ولا ايه؟ سايبين لك الحصه كده. في مفاجاه بقى للي هيراجع وهيبقى محترم معانا، كل الناس محترمه على دماغنا طبعا. هنعمل في الابلكيشن حاجه جميله قوي، ان حضرتك دخلت الحصه الاولى مراجعه قشطه، ودخلت الامتحان وخلصتها، جبت درجه في الامتحان حلوه اتليست مثلا 80%، نخليها كده 80%، الحصه هتفضل مفتوحه معاك الشهر ونص يا سيدي. فناس تانية هتقول لي ايه؟ ما تخليها مفتوحه بقى، انتوا خسرانين ايه؟ لو سمحت ما تتدخلش في شغلنا وما طلبناش رايك، ده اولا. ها صح، ما تفتح لنا الواجب، هو المستر خسران ايه؟ ما انا لما افتح الواجب يا فندم محدش هيذاكر، لما افتح لكم حصص المراجعه وتفضل مفتوحه يا فندم بقول المبرر، مع اني مش مطلوب اقول المبرر، ما لما نحط الخمس حصص مراجعه يا فندم حضرتك هتخش كود اول حصه وكود تاني حصه وكود تالت حصه وكود رابع حصه وكود خامس حصه، وتقول لنا ايه بقى؟ موجوده ابقى اشوفها. مفيش وقت لكده. هنعمل اوفر لمين؟ للي مجتهد معانا، للي ذاكر معانا، دخل الحصه الاولى وذاكرها وحل الامتحان وجاب 80% يشكر ولا لا؟ وفي الميعاد ولا لا؟ حلو، سيبها له مفتوحه بقى. ليه؟ عشان لو نسي حاجه يرجع لها. مش انتوا بتقولوا احنا عايزينها مفتوحه عشان لما ننسى حاجه نرجع لها؟ عملنا سيستم للي ينسى حاجه يرجع لها. حلو؟ ده بقى كمان اللي جابوا 80%، هفاجئكم بحاجه على الهوا اهو. لو سمحتوا لو طلب يفتح اي حصه قديمه افتحها له. ايه رايك؟ لو طلب ده بقى اللي جاب 80% في حصه المراجعه ده، لو طلب يفتح اي حصه قديمه افتحها له. ممكن عادي جدا طالما جايب 80% في المراجعه وتمام. حلو؟ طيب حصص المراجعة ان شاء الله حصة المراجعة النهائية هتبقى بتمن الحصة العادية بإذن الله، ودي حاجة مساهمة بسيطة جدا اللي نقدر نشارك بيه، مش بتمن حصة المراجعة، حصص النهائية بتبقى بتمن حصة عادية جدا بإذن الله ان شاء الله. ملزمة المراجعة بنحاول والله تبقى في تمن معقول بإذن الله، وبنضغط عشان تبقى في متناول للجميع. اي حد بعد اذنكم اللي بيقول، والله العظيم اللي بيقول انا مش قادر، معلش يا مستر احمد انا هقول دي رغم انك قايل لي كده عشان في ناس هتخش تعملها، اللي مش قادر يبعت لنا على الخاص لو سمحتوا يا جماعه، واحنا ان شاء الله هنتصرف ونكون عند قد. اتنين بقى اللي بيكتبوا في التعليقات بقى معايا ملزمه كده عايز ارجعها، اتصلنا بيهم والله اتصلنا بيهم، احنا مش لاقيين ملزمه دي اصلا، يعني انا عايزها لحد تبعي مش لاقيها والله، مش عارفين. ها اتصلنا بيهم بقى، لا اصلك بعيد عني يا جماعه، يعني قائلوها كده، قائلوها انت لاقي ملزمه؟ قالوها احنا مش لاقيين ملزمه، يعني نوع من الدعايه الرخيصه شويه، يعني رخيصه شويه، وانا بطلت اتكلم عن الحاجات دي. واحد كاتب لك ايه؟ انا معايا اكواد لاحمد، اتصلنا بيه والله طلع فيك، ما خدش معانا ولا حصه اصلا. اللي كاتب معايا ملزمه ما خدش معانا ولا حصه اصلا، ما خدش معانا حصص، يعني جاب الملزمه ازاي هو يعني. في ناس حقيقيه طبعا من حقهم طبعا يقولوا كده، يعني بس يعني قول له كده للي كاتب، مش ملاحظين الايام دي والله بوستات كتيره ملزمه المودرن بنتصل بيهم ولا لا؟ والله ما فيش. هيقول لك اصل انا بعيد عنك، اصل انا مش عارف في اسكندريه، اصل انا في بورسعيد، اصل انا مش عارف ايه. فافهموا يعني، بس حبيت اقول لكم افهموا كمان الحصص الخمسه المراجعه العاديه، المراجعات النهائيه هتبقى بتمن الحصه العاديه، وهننبه على السناتر بكده ان شاء الله رب العالمين، تفتكروا بحصص العاديه باذن الله باذن الله باذن الله. تمام، هنشوفكم على خير يوم السبت الجاي ان شاء الله في اول لايف. ماشي، هتحضروا لي اسئله عن شابتر 1، لو سمحت نزل تاني صفحتنا الاساسيه عشان لما يبقى في اسئله او اي مناقشه في الفيزياء او اي سؤال في الفيزياء يتبعت واحنا هنرد عليه، وعشان انا اجمع الاسئله دي كمان وارد عليها في اي لايف قريب. اتفقنا كده؟ رديت على كل حاجه متهيالي. استاذنكم في حاجه، طلب اخير، اوعى تستعجل في المنهج، يعني اللي سألنا ان الاسبوع ده ما نزلش ليه حصص، يعني انت خلصت 6 و7 الاسبوع اللي فات ومستني 8 حصتين هتخلصهم بدري، هتقعد تعمل ايه؟ ها احنا هننزل مراجعه طبعا المودرن قبل العيد عشان اللي عايز يخلصها قبل العيد ويقعد اسبوع يلم نفسه في حاجات. حلو، مفاجاه تانية على الهوا، اللي خلص الحصص كلها، اللي خلص الايه الحصص كلها ماشي، وخلص مراجعه المودرن كلها وبعت لكم افتحوا لي حصه افتحوا، اتفقنا؟ تخش على السيستم ده مذاكر الحصص كلها، تمام، فاتح الحصص كلها، عايز اراجع الحته الفلانيه افتحها له، عايز اراجع الحته الفلانيه افتحها له، ماشي يا سيدي؟ تمام كده؟ ده لغايه قبل المراجعه النهائيه، ماشي؟ بعد المراجعه النهائيه اللي دخل الامتحان
وخد الحصة وجاب 80% من الامتحان، حضرتك اعمل سيستم كده انه لما يخش تبقى تفضل الحصة معاه لغاية اخر المراجعة. اتصل بيك وقال عايز احضر، عايز افتح حصة فلانية، افتح له برضه. ده للمين؟ الملتزم اللي مخلص. اللي ايه بقى؟ اللي بعتلنا دي بتقول لنا بقالي 6 ساعات بتكلم عايز ارد على سؤال في الفيزياء، هي في الحصة كام بقى؟ 23. هي متأخرة 8 حصص، واحنا اما اتأخرنا ساعة عن رد السؤال زعلنا. احنا لينا مواعيد شغل فيها، بنرد على قد ما نقدر، بنحاول نكون في خدمتكم ان شاء الله، اللي بيرضي ربنا بنعمله. تمام، اشوفكم على خير، ربنا يوفقكم في وقت بإذن الله. من يؤمن بقدرتي ان شاء الله ربنا، ما انا عند حسن ظن عبدي بي او انا عند ظن عبدي بي، قول يا رب والدنيا هتبقى تمام بإذن الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.